السلام عليكم ورحمة الله. اخواني سلامي لكم وتحياتي لكم. اخوان مثل ما تشوفون البارحة ذبيت هذه الذبيحة كاملة. قلت لكم البارحة بالليل تقريبا الساعة 11 بالليل ذبيتها هذه الذبيحة كاملة كانت. هذه النثية خنقت الذبيحة، بعدين من هذا الذيب صلخ، بدأ بالمرحلة مالت الصلخ يعني صلخ الجلد وحد والنوب بدأ ياكل فيها. طيرها أول يعني ما ظل منها شيء إلا شيء قليل هي كاملة. فأخوان تعرفون عن الذيب وتعرفون الإنسان لا الإنسان ما يتزوج هم المحارم، الإنسان ما يتزوج المحارم، والذيب هم تعرفون هم ما يتزوج المحارم. بس أنا شاهدت مقاطع فيديو منشورة على التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على غير مكانات، أكو شخص حب أخته، أكو شخص متزوج خالته، يعني موجود مقاطع هواي أشاهد. ف هاي الحيوانات مثل الذيب المأخوذ على الذيب ما ياكل الجيفة، بس مو كل الذيب ولا كل الإنسان. قلت لكم الإنسان هم مثل المواصفات هذه. هسه مثلا عند هذا الذيب الرمادي قضى على هذه الذبيحة تشوفون وحدة، وعند هذه السلالة من سلالات الذيب الأحمر. فهذه الذبيحة هاي الذيبة ما جازتها، هاي الذيبة ما تاكل الجيفة، مو بس ما تاكل الجيفة، ما تاكل حتى الميتة، يعني هاي مو جيفة هي، أنا قلت لكم ميتة متخومة بعدها بحرارة صوابها جبتها. ف ما أكلت من هذه الميتة أو الجيفة، هي ميتة وهسه أصبحت جيفة. هذه يشوفونها هذه من سلالات الذيب الأحمر، يجي منه البني والأصفر ودخلوا على سلالات حتى تصير توثيق بالكلام. بعض الإخوان يحجون يقولوا عليها هذه مو ذيبة شي رافعة ذيلها. أنطيكم معلومة على رفعة الذيل، تلقون أكثر من مقاطع الذيب إذا رافع ذيله مأمن ومرتاح من راعية وما عنده أي خوف من تجاهك ولا من المكان. اما اذا تلقى الذيب يعني الاف الذيل مالته على ساغه الايمن يعتبر يريد يهجم او ضايج وتنقلب عيونه الزرق. اما هي هسه تشوف الفرحه اللي بي داخله بين من عيونه يعني مرتاح. وردا على احد اخواني قال انت مربيهن، مقطع مال البارحة كتب له تعليق انا على اساس مربيهن وشلون يزير عليك او هاي الشغلات او يدي عضك. هو حبيبي هاك تفضل هاي لعيونك، تعال جون بوسه من حلقه، بوسه تعال بوسه تلاحظ حبيبي يبوسني من حلقي. بس هاي مني شوف اللحم قدامه بعد شوف ما له علاقه بيه، من يشوف دم او لحم قدامه حتى لو دجاجة هم تدافع على بيضات مالاتها. فالحيوان يدافع على الاكل مالته حتى تكرمون تشلب هم يدافع على الاكل مالته، حسباله اخذ الذبيحة من عنده ما محسب هذه الامور. وانا هسه موضوعنا مو هذا، موضوعنا فالانسان مو كلها مساوي، الانسان ما مساوي والحيوانات هم ما مساوي. الماخوذ على الذيب ما يتزوج المحارم، هذا الذيب زوجته خواته ثلاثة العام. أما عندي غير ذيب صحيح ما يتزوج المحارم، مأخوذ على الذيب ما يتزوج إلا وحده، هذا الذيب زوجته ثلاثة الله شاهد. مأخوذ على الذيب ما ياكل الجيفة، هذا ياكل الجيفة وياكل الميتة. أما شوفون هسه الله شاهد هذا الذيب شوفون هو كلام باحة وحدة. أما هذه الذيبة تلاحظون أخوان هذه تعال هاك شوف هسه جبت لها هاي الصينيه بوع
هذه الصينية بها فضائل، وراح حتى أوثق لكم الكلام. شوف هسه هذا الذيب، وشوف هي، شوف ياهل أكبر بالحجم، شوف ياهل غرب. تعال شوف، لاحظ، شوف لاحظ أخوان، باع لاحظ. هو ما له علاقة لأنه أكل هذه الميتة، فمستغني عن هذا الأكل. أما هذا شوف شوف شوف، هو يسمى ما له علاقة لأنه شبعان من هذه الميتة. شوفون، تعال شوفوا، ما له علاقة بولا. عنده ذبيحة يدور عظام، هذا شوف عظم، يعني من ورا خشمه أكله. أما هذا شوف هسه النذيب، شوف ها شلونه، هاك هاك شوف هسه، تعال جون، هاك هاك جون، هاك جون، هاك جون. شوف هي قد عندها اندفاع بالنسبة للجوع. أما شوف هو هسه، تعال جون جون جون، شوف ايش قد هي جوعانة، لأن هي أنا ذبيت لها الصبح خبز، كلت خبز وما أكلت من هذه الذبيحة. إخواني مو كلها مساوية، لا الحيوان مساوي لا الإنسان مساوي. وهاي مثل ما تشوفون هذا قدامكم، هذه الذيبة ما أكلت من هذه الذبيحة إطلاقا. وتحياتي لكم، وأشكر تفاعلكم للقناة، وأشكركم أنا، في أمان الله.